حيوانات نافقة تم إيجادها، عظام إنسان تم العثور عليها، وكذلك حيوانات أخرى من النادر رؤيتها. وهناك كذلك بعض الظواهر الطبيعية التي تمت مشاهدتها ومعاصرتها. كل هذا وغيرها من اللحظات التي تم توثيقها على الشواطئ في مختلف العالم. الحبار العملاق. شهدت اللحظة المرعبة في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وأظهرت اكتشافا غير عادي. تم العثور على حبار عملاق يبلغ طوله حوالي 14 قدما بين الصخور على شاطئ سكاربورو في 16 من أغسطس عام 2022، وهذا مع عين بحجم طبق العشاء تقريبا. ومن غير الواضح سبب وجود هذا الحبار العملاق على الصخور، ووفقا للباحثين قد يكون ذلك بسبب عرض سلوكي، حيث تميل كائنات أعماق البحار إلى الخروج ليلا للتغذية والعودة قبل ضوء النهار. لكن مداهمة إحدى السفن في هذه الحالة قد يكون سبب نزوح الحبار. ثور على الشاطئ. كيف ترى فكرة الاقتراب الشديد ثم الهروب من ثور هائج؟ مقطع فيديو على شاطئ هينتكون، والذي تم التقاطه في أكتوبر 2017، والذي يظهر ثورا ذو قرون كبيرة يطرد هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم مرتدي الشواطئ. هذا الثور المسكين يحاول الاستمتاع أو صناعة بعض الأصدقاء، لكن هؤلاء الرجال يأتون من أجل المرح وربما المخاطرة بحياتهم من أجل الاستمتاع بمثل هذه اللحظات على الشاطئ. فقد يستغرق الأمر بضع ثوان عندما ينتهي كل شيء في مأساة رهيبة دون احتياطات طبعا. رغوة البحر. جميع الناس في الأرجنتين يذهبون إلى التلال من أجل تصوير مثل هذه الظواهر النادرة. بالقرب من منتجع ماري دي بلاتا تم تغطية مياه المحيط برغوة كثيفة، ووفقا للدراسات فإن هذه الرغوة ما هي إلا ظاهرة طبيعية غالبا ما تحدث في أي بحر أو محيط، وربما تحدث بسبب حركة الرياح أو سرعة الأمواج. ولا تعتبر هذه الرغوة سامة، ولكن رائحتها تميل كثيرا إلى رائحة السمك، ويحب الكثير من الناس اللعب والمرح وتغطية أنفسهم بهذه الرغوة. حوت أحدب أبيض نادر. تمت مشاهدة هذا الحوت الأحدب على إحدى الشواطئ الأسترالية، وتم العثور على جثته البيضاء النقية غريبة اللون لهذا الحوت الأبيض ذو المظهر الشبيه بالرخام في 16 من يوليو عام 2022، وهذا بالقرب من شاطئ بعيد في مالاكوتا فيكتوريا، وبلغ طوله حوالي 33 قدما، وتم التأكيد على أنها أنثى شابة وفقا للخبراء، ووجدوا أن الجلد قد تحلل قليلا، وهو أمر واضح جدا بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة ربما لعدة أيام. فك إنسان. لقد وجد هذا الرجل بفم مفتوح عندما عثر على ضلوع جماجم وعظام فك بشري على الشاطئ الموحل على جزيرة صغيرة في بلدة كانت. تظهر اللحظة غير العادية من المقاطع بقايا عظام بشرية إلى جانب عظم فك مع أسنان سليمة، في حين أن هذا يبدو مذهلا. ووفقا للأبحاث فقد تم استخدام الجزيرة كمدفن للسجناء الذين لقوا حتفهم من المرض أثناء وجودهم في سجن هولتس في السجون العائمة في القرن 19. وبصرف النظر عن ذلك كانت هناك توابيت مدفونة على ارتفاع 6 أقدام تحت الطين، مما يعطي إحساسا فعليا على أنها كانت مقبرة جماعية. إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط ألفان لاين في الوصف أسفل الفيديو.